مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نتواصل ونجدد اللقاء من جديد شوطنا الثامن للقعدان الحقايق ينطلق بحفظ من الله ورعايته عبر قناة ياسر الرياضية حيث من تتابعون هذه الانطلاقات نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول زعذاء مانع بن أحمد بن مانع العامر من يقدم زعذاء مع الصدارة ثاني المراكز ينطلق بهذه اللحظات ويأتينا مع المركز الثاني من يتقدم شاهين عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي من يقدم هذا الاسم لشاهين مع المركز الثاني المركز الثالث طوفان محمد بن خميس بن راشد المنصوري يقدم هذا الاسم والوصول من الشامخ علي بن سالم بن عوي الشامسي مع المركز الرابع نشوف اللي في المركز الخامس ينطلق مباشرة شعارك بن حمدش الخيلي من يقدم هذا الاسم ينطلق مباشرة في هذه اللحظات الماهر سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي غير مع الصدارة واتى مع المقدمة الوصول مع المركز الرابع رابع المراكز في هذه اللحظات هملول سالم بن حمد بن سعيد الدرعي ومن الجانب الآخر بدأ يتقدم مباشرة في هذه اللحظات يأتينا بتقدم ممتاز حفلان مطر بن محمد بن دحروي العامري من قدم لنا الإبداع في هذا الصباح القادم الواصل في هذه اللحظات هناك مبلش محمد بن علي بن محمد الجابر المري هكذا الأسماء مشاهدين الكرام وابل عبد الله بن مبارك بن قران بن راشد المنصوري يتقدم وابل ويغير من مركز إلى مركز هكذا النتيجة هكذا الشعارات مشاهدين الكرام نعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى الماهر سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيلي ولكن من يتقدم مبلش محمد بن علي بن محمد الجابر المري يقدم هذا الاسم وهناك ايضا ياتينا شاهين عبد الله بن سليمان بن ناصر شيدي مع المركز الثاني اللي في المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات وياتي هملول سالم بن حمد بن سعيد الدرعي انطلاق مباشر من الجانب الاخر مشاهدينا الكرام يصل غيار تعود الملكيه احمد بن سالم بالحوته العامري من يقدم لنا هذا الاسم ومن الجانب الاخر بدت الاسماء مشاهدينا الكرام احترازي محمد بن حميد بن خميس العويسي اسامي تتقدم وابل عبد الله بن مبارك بن قران المنصوري من يقدم وابل الوصول الجديد مشاهدينا الكرام ينطلق مباشره هناك اللي هو مورخ مورخ بدا يتقدم مورخ سعيد بن عامر بن سالم المغيري من يقدم هذا الاسم مع المركز الرابع وغير الى المركز الثالث القادم الواصل في هذه اللحظات ياتينا جلمود ابراهيم بن حمدان بن رضي العديني قادم هكذا الاسماء هكذا الشعارات من اجل الفوز والناموس منجز منصور بن علي بالخصم الاكتبي ولع الشوط ولع ولكن مقدمه الشوط والمركز الاول مبلش مع الصداره مبلش مع المركز الاول ان لم يكن راي اخر مع المغيري من يقدم لنا هذا الاسم ويتقدم مشاهدينا الكرام مورخ القادم الواصل مجد عبد الله بن محمد بن صالح المنهالي مجد قادم مجد مشاهدينا الكرام مجد على الصداره مجد مع البداية تعود الملكية عبد الله بن محمد بن صالح المنهالي يقدم لنا مجد ولكن مورخ ما منها ما مورخ مع المركز الثاني معك المغيري الفوز وين الناموس وين هملول سالم بن حمد بن سعيد الدرعي يا سلام ولكن مجد واليوم يوم مجد النواميس في عاصمة الوثبة في عاصمة الميادين يوصلوا مجد مجد بإبداعاته بدأ يقدم عروضه ويقدم لنا عبد الله بن محمد بن صالح المنهالي سلام مجد سلام على هذا الإبداع المركز الثاني مورخ مورخ المغيري قادم هناك يقدمه سعيد بن عامر المغيري ولكن مجد مجد المنهالي هنا مشاهدين الكرام غادر بالفوز بالناموس بالانتصار عبد الله بن محمد بن صالح المنهالي سلام مجد سلام على هذا الإبداع تهانينا لك يا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح المنهالي المركز الثاني مورخ سعيد بن عامر بن سالم المغيري المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام ثالث المراكز هملول ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي مع الامتال الاخيره ما يبنى للطالي الا في هذه اللحظات المركز الرابع رابع المراكز هملول سالم بن حمد بن سعيد الدرعي المركز الخامس
خامس المراكز كان الدخول جماعي ما بين فراق سالم بن محمد بن حريك المنهالي، وهناك أيضا من أتى اللي هو مشاهدين الكرام الشامخ علي بن سالم بن عوي الشامسي كان دخول جماعي مع المركز الرابع والخامس. نذهب مباشرة للتوقيت الزمني وأثناء وصول مجد عبد الله بن محمد بن صالح المنهالي قاطع المسافة في زمن وقدره مهدي هذا الفوز مالك عبد الله بن محمد بن صالح المنهالي. توقيت الزمني 4:31 خمسا من الأجزاء تهانينا والناموس مورخ سعيد بن عامر بن سالم مغيري قدم عرض إشكال علينا مغيري ويشكر من قدم لنا مورخ قطع المسافة في زمن وقدر 4:32 خمسا من الأجزاء. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام هناك هملول اللي ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي ما يبنى لطاري إلا مع الأمتار الأخيرة وجهنا مع خط النهاية 4:35 جزئين من الثانية. نشوف اللي في المركز الرابع هناك هملول سالم بن حمد بن سعيد الدرعي قطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام 4:35 من الأجزاء. نشوف ونتأكد مع المركز الخامس الدخول الجماعي كان هناك مشاهدين الكرام نتأكد مع المركز الخامس خامس المراكز 4:36 خمسة من الأجزاء. من أتى مع المركز الخامس اللي هو فراق سالم بن محمد بن حريك المنهالي بعد التأكد مع خط النهاية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين والتهني لمالك مجد عبد الله بن محمد بن صالح المنهالي على هذا الفوز والانتصار.